نظم فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الضالع أربعينية تأبين للفقيد الشيخ محمد صالح شريان. هذه الاحتفائية تأتي عرفانا بالحياة الحافلة التي قدمها الفقيد والعطاء الوطني. نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية جبن أربعينية تأبين الفقيد المناضل محمد صالح شريان بعد عمر حافل بالعطاء والمواقف الوطنية في مشوار حياته العسكرية والمدنية. كان يتمتع بمزايا حواري الفذة وإيمان خالص بمبادئ الحوار. الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ولجنته الدائمة والقيادة في المحافظة وعدد من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع والبيضاء كان حضورهم دليل واضح على مكانة الفقيد في قلوب محبيه. الحفاظ على وحدة الوطن والوقوف إلى جانب القيادة السياسية أبرز الدروس التي استلهمها جيل الشباب وأكدوا مواصلة الدرب. كان رجلا محبا للوحدة وحريصا عليها لما لمسناه منه في أيام الشدائد والمحن ومتمسكا بها وثابت ثبوت الجبال. أبناء جبل بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية جمعهم حب شريان الذي جسد صدق الانتماء لوطنه وعروبته وخدمة أبناء منطقته ودعوته الدائمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدته. ظل العظماء أحياء بيننا بذكرهم العطرة ومواقفهم الوطنية الوحدوية الصادقة ليحفروا أسماءهم في ذاكرة الأجيال ويعيشونها في أوساط مجتمعهم وإن كان أجدادهم تحت الثرى. عبد العزيز الملجمي، اليمن اليوم، محافظة الضالع.